مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في موضوع اليوم. تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلي على مناطق عدة من القطاع. في هذا السياق أعلنت قطر دخول أدوية ومساعدات لقطاع غزة بعد وساطتها إلى جانب فرنسا مقابل إيصال أدوية للأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. في هذا السياق الذي تنقل فيه أيضا تقارير غربية أن وزير الخارجية الأمريكي أكد للمسؤولين الإسرائيليين لا حل عسكريا بشأن مصير حماس، تبقى الجهود الدبلوماسية الدولية عاجزة عن فرض امتثال إسرائيل لمبادئ القانون الدولي الإنساني فيما يخص أعمالها الحربية في غزة. وفي هذا السياق أيضا تبرز توترات في المنطقة عموما بين إيران وبين باكستان وأيضا دول أخرى. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الأستاذ مصطفى الطوصة، الصحفي الكاتب الخبير في الشؤون الأوروبية والدولية. مصطفى الطوصة أهلا بك. بداية أهلا وسهلا، نتحدث عن تطورات الوضع في غزة. لا يزال الوضع الإنساني يتدهور باستمرار، الأعمال الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة لا تزال مستمرة، وطبعا تثقل كاهل المدنيين في هذا القطاع. ماذا عن الجهد الدولي الدبلوماسي، كيف تقرأه ولا سيما الدور الأوروبي؟ نعم، لحد الساعة عندما نقرأ كل تصريحات والمواقف الأوروبية المعلقة على الأوضاع العسكرية والإنسانية في قطاع غزة، هناك إجماع على التنديد وعلى الطلب من القيادة العسكرية الإسرائيلية بوقف هذه الحرب وبإدخال المساعدات الإنسانية وبمباشرة حقبة من يعني الدبلوماسية والتفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لكن لحد الساعة يبدو أن القيادة الإسرائيلية لا تولي أي أهمية لهذه المواقف وتعتبرها بمثابة عمليات تواصلية هي هدفها وهو الاستهلاك الداخلي ليس إلا، وأن ليس هناك أي ضغط جدي بالنسبة للأوروبيين أو الأمريكيين تجاه الإسرائيليين. والدليل على ذلك أنه مؤخرا عندما قدمت جنوب إفريقيا دعوة وشكوى ضد إسرائيل واتهمتها بالإبادة الجماعية، صارعت الإدارة الأمريكية والقيادة الأوروبية بالقول بأن هذا المفهوم هو خاطئ ولا ينطبق أبدا على هذه الحرب، ويرفضون نهائيا أن تطلق صفة الإبادة الجماعية على ما تقوم به حاليا إسرائيل ضد الفلسطينيين. وهذا يعطينا يعني فكرة بأن هذه الدول الأوروبية والأمريكية تنتقد الإدارة الإسرائيلية ولكن لا تريد أن تفعل كل ما لديها من وسائل ضغط من أجل إرغامها على تغيير المقاربة العسكرية التي تتبعها حاليا في قطاع غزة. هل ذلك يأتي استجابة لرأي الشارع الأوروبي عموما؟ هل لا يزال يضغط في اتجاه مواقف أكثر صرامة، أكثر وفاء للمبادئ الأوروبية المرتبطة بحقوق الإنسان التي طالما طبعا دافعت عنها أوروبا ظاهريا على الأقل؟ نعم، هذا الضغط يأتي يعني من الرأي العام الأوروبي ولكن أيضا من الأحزاب السياسية الأوروبية المكونة لهذه الطبقات. في بداية الأمر كان هناك تفهم لردة فعل إسرائيل بعد العملية التي قامت بها حماس في 7 أكتوبر، كان هناك تعاطف ويعني مساندة أوروبية للشعب الإسرائيلي في هذه المحنة التي مر بها في 7 أكتوبر. لكن بعد ذلك، بعد أن يعني شاهد العالم ردة فعل الإسرائيليين ومرور الوقت الطويل والفاتورة العملاقة التي يدفعها الفلسطينيون في يعني كثمن لهذه الحرب، بدأ الرأي العام يتغير وبدأ يتساءل عن هذه الحرب العبثية، وبدأ يضغط بطريقة بأخرى على حكامه لكي يوقفوها. اليوم شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية والعصرية كلها يعني تعكس هذه الصورة العبثية التي دخلت فيها هذه الحرب، وأن المقاربة العسكرية حاليا لإسرائيل يعني تتعدى منطق يعني الانتقام فقط، هي تريد أن تستغل هذه الحقبة لتحقيق أجندة وأهداف سياسية معينة. فمثلا عندما يتحدث القادة الأوروبيون والأمريكيون على أنه بطريقة أو بأخرى يجب تفعيل فرضية الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية كحل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، هذه المقاربة يرفضها بطريقة واضحة
بنيامين نتنياهو الذي لا يريد أن يدخل بلده في أي مفاوضة يعني لتحقيق هذا الأهداف. عندما يقال لبنيامين نتنياهو سواء أوروبيا أو أمريكيا بأن يجب يعني التعامل مع السلطة الفلسطينية التي هي المحاور الأساسي، المحاور السياسي والأمني في ربما غدا في غزة وفي الأراضي الفلسطينية، هذه أيضا المقاربة يرفضها نهائيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إذن الوضع حاليا وهو أن لدينا إرادة دولية يعني مشكلة من الأوروبيين والأمريكيين بالإضافة إلى الدول العربية بالطبع، وهناك رفض إسرائيلي لكل هذه المعطيات. تساؤل المطروح حاليا ما كيف ستتصرف أو كيف ستدير هذه الدول الأوروبية والأمريكية هذا الرفض المستديم والمتعنت لبنيامين نتنياهو الذي يعني يغلق باب السلم وباب التفاهم نهائيا ويريد أن تستمر هذه الحرب إلى نهايتها. طيب. وحتى أنه يفكر في فتحها في شمال إسرائيل مع الجنوب اللبناني. في سنوات مضت طبعا كان موقف الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الفاعلة في هذا الاتحاد لنقل مسموعا مؤثرا مشهودا أيضا في العراق وفي غير ذلك. هل كشفت هذه الأزمة من جديد بعد أزمة أوكرانيا الحجم الحقيقي الذي آل إليه الوزن الدبلوماسي للقوى الأوروبية؟ نعم، كشفت يعني حجم ومصداقية ووزن دول الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط. اكتشف يعني المواطن الأوروبي اكتشف بأن قيادته تنتظر دائما أن يصدر ضوء أو دخان أبيض من الإدارة الأمريكية لكي تسير على خطاه. يعني في هذا الموقف بالذات تجاه هذه الأزمة يعني بيت القصيد يوجد عند الإدارة الأمريكية وليس في بروكسل. لكن محمد، هذه الأزمة أيضا هذه الحرب كشفت بطريقة واضحة بأن هناك خلافات أوروبية داخلية هي التي تجعل من المستعصي ومن المستحيل أن يكون هناك مقاربة أوروبية لهذه الأزمة. فمثلا ألمانيا لأسباب تاريخية، لأسباب يعني لها علاقة بماضيها مع اليهود ومع إسرائيل، تتبنى موقفا داعما بطريقة عمياء للقيادة الإسرائيلية في هذه الحرب ولا تريد أن يكون أن يصدر عن دول الاتحاد الأوروبي. ذكرت الماضي الألماني، لها أيضا ماضي أسود في إفريقيا، ألمانيا نفسها. نعم، ولكن بخصوص إسرائيل هي ماضيها مع المحرقة، مع الحرب العالمية الثانية، مع يعني المجازر التي تعرض لها اليهود بسبب النظام النازي، ربما هو الذي يجعل أيديها مكتوفة ولا تريد أن تقدم أي انتقاد. لماذا يؤخذ بعين الاعتبار هذا الماضي فقط ولا يؤخذ أيضا الماضي الاستعماري الألماني في عدد من المناطق الإفريقية وكان دمويا؟ نعم، وربما هنا يعني يجب العودة إلى القوى الفاعلة داخل السياسية الإعلامية والسياسية داخل منظومة الحكم في ألمانيا، يعني هي التي تؤثر على القرار، هي التي تصنعه تبلوره وتعطي هذه الفكرة. لكن علاقة يعني موقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة يعني جاء متناقضا ومخالفا تماما مع باقي الدول الأوروبية. بالمقارنة مع إسبانيا مثلا، إسبانيا قالت صراحة بأنها تريد أن تفعل عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كجواب أو كعقاب على هذه السياسة الإسرائيلية المتعنتة اتجاه الفلسطينيين. عندما تقف ألمانيا على أقصى اليمين وتقف إسبانيا على أقصى اليسار، هذا يصعب عملية صناعة موقف أوروبي موحد ويقلل من مصداقية ومن تأثير دول الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمات الشرق الأوسطية. هل عمليا انتهى تعامل الاتحاد الأوروبي على أساس مبدئي مع القضايا الدولية؟ لحد الساعة يعني نجد الاتحاد الأوروبي في بعض الأزمات، مثلا أزمة أوكرانيا وروسيا، بالرغم من الخلافات الطفيفة لكن على يعني صلب الموضوع، صلب الحرب، هم متفقون على أنه يجب دعم أوكرانيا. لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والفلسطينيين هناك خلافات، هناك يعني تجمد هذا الموقف وتجعله أصلا متناقض مع
ما نقرأه في الصحف، ما نستمع له من خلال الطبقة السياسية الحزبية، وما نراه في الرأي العام الفرنسي والأوروبي. هناك شرخ كبير بين هذه المواقف الدبلوماسية وبين مواقف الشارع الأوروبي، وهذا تستغله إسرائيل لكي تمضي قدما في تحقيق هذا المشروع المهيمن والاستيطاني، والذي يهدف إلى استغلال هذه الحقبة لوضع حد نهائي لما يسمى بالقضية الفلسطينية. وهذا الواقع ترفضه القيادات الأوروبية وترفضه القيادة الأمريكية، لكن لحد الساعة الجديد أنها لا تلجأ إلى أي وسيلة ضغط أو ردع للتأثير على الإسرائيليين. مؤخرا كانت هناك بعض الأخبار تقول بأن كانت هناك عملية وساطة قادها الفرنسيون ومع القيادة القطرية من أجل إيصال الدواء إلى الأسرى الإسرائيليين عند حماس. مثل هذه العمليات هي يعني الضوء الوحيد الذي يمكن أن يبشر بنوع من التفاؤل إلى التحل في التوصل إلى مفاوضات مع إطلاق أسرى، وقف إطلاق نار، إدخال مساعدات إنسانية أكبر إلى قطاع غزة. غير ذلك ليس هناك أي استراتيجية واضحة المعالم لا أمريكيا ولا أوروبيا. عطفا على هذا الكلام، أيضا هذه المبادرة الآن التي هي مبادرة قطرية طبعا إلى جانب فرنسا، فرنسا تذكر في هذا المجال في هذا النقطة تحديدا، لكن البعض يقول بأنه بعد 3 أشهر من الحرب المتواصلة فقط يأتي دور فرنسي على هامش مبادرة قطرية لإدخال أدوية لفائدة أسرى إسرائيليين مقابل إدخال شحنة مساعدات لفائدة الفلسطينيين. يعني بعد 3 أشهر، بعد كل هذه المدة وحجم المبادرة، كيف يقرأ هذا الدور الفرنسي ووزن فرنسا في المنطقة على ضوء هذا؟ نعم، فرنسا في بداية هذه الأزمة قالتها صراحة، قالت أنها ستستعمل قنواتها المفضلة مع القيادة القطرية لكي تتفاوض مع حركة حماس من أجل إطلاق سراح الفرنسيين الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الفرنسية والذين هم موجودون لدى حماس. يعني وكانت دائما تقول بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان يتحدث قال يعني استثمر كل جهودي من أجل إخراجهم من قبضة حماس عن طريق البوابة القطرية. هذا يعني استراتيجية فرنسية واضحة المعالم، لكن المهم يعني المطلوب حاليا وهو استراتيجية وقف إطلاق نار سواء كان إنساني أو فعلي. وهذا الهدف لحد الساعة لا الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية تضغط بالشكل الضروري من أجل تحقيقه، وتبقى إسرائيل تتصرف بطريقة واضحة أن تقول أنها ستقود هذه الحرب حتى القضاء نهائيا على 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 حماس وعلى قيادة حماس. مؤخرا كانت هناك إشارة إيجابية من دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لإسرائيل، وهو عندما وضعوا حركة حماس والسنوار في قائمة اللائحة الإرهابية وجمدوا أصوله، حتى أننا لا نعرف ماذا يملك السنوار كعقار أو كأصول في دول الاتحاد الأوروبي. لكن هذه خطوة يعني رمزية موجهة إلى إسرائيل كأنها تقول نحن نطالبكم بوقف إطلاق نار ونطالبكم بالدخول في العملية السياسية مع الفلسطينيين، ولكن في نفس الوقت نحن نتبنى مواقف حازمة تجاه حماس الحركة الإرهابية وتجاه قيادة حماس التي هي أيضا متهمة بقيادة الإرهاب. قلت الإرهاب، هذا بالتوصيف الأوروبي طبعا. الأوروبي نعم، يعني هكذا يصف الأوروبيون حركة حماس وهي من ضمن حركات المقاومة الفلسطينية. طيب عطفا على هذا الكلام، هل يضع الأوروبيون أنفسهم في موقف الفعل أم أنهم فقط يهرولون خلف الإطار الدبلوماسي الذي ترسمه الولايات المتحدة الأمريكية في قضية دولية الآن أصبحت تعنيهم بحكم ما يجري الآن في البحر الأحمر أيضا؟ نعم، يعني لحد الساعة عندما نتابع هذه المواقف كيف تتغير وكيف تتبلور، يعني تتولد لدينا القناعة بأن أوروبا قادرة على الحكي السياسي والتواصلي، لكن غير قادرة على اتخاذ أي مبادرة ملموسة لوقف إطلاق النار، وهي تنتظر
الضوء الأخضر والإشارة من الولايات المتحدة. لكن في قضية البحر الأحمر، وهنا يعني الإشارة أيضا مهمة للقراءة، عندما قررت الولايات المتحدة أن تبني هذا التحالف الدولي لمحاربة الحوثيين ومنعهم من تهديد باب المندب والملاحة الدولية في البحر الأحمر، يعني لم تجد هذه الخطوة يعني تصفيقا وترحيبا كبيرا من طرف الدول الأوروبية. إسبانيا رفضتها بطريقة واضحة، كان هناك تحفظ فرنسي وإيطالي، وحتى أن عندما سئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ندوته الصحفية الأخيرة لماذا لا تشاركون أنتم كدولة أوروبية في الهجمات واستهداف أماكن الحوثيين في اليمن من أجل منعهم في تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، أجاب الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه لا يريد أن يشارك الأوروبيين والبريطانيين في هذه العملية العسكرية، لأنه لا يريد أن يساهم في توسيع رقعة هذه الحرب والتسبب في انفجار إقليمي. لذلك نعم، هناك خلافات فرنسية أوروبية أمريكية، وهناك أيضا عجز أوروبي في انتظار ماذا ستقوم به الإدارة الأمريكية، التي يقال هنا أوروبيا بأنها هي التي تملك يعني تقنيات الحل والعقد في قضية الشرق الأوسط. إذا أرادت أن تضغط على الإسرائيليين فإنها تضغط في ليلة ويتم وقف إطلاق نار غدا، لكن لحد الساعة لا تدخل هذه المقاربة في إطار الاستراتيجية الأمريكية. هي تريد أن تعطي الوقت لإسرائيل محاولة القضاء على أكبر عدد من حماس وقيادتهم قبل ربما مباشرة ما يمكن أن نسميه بالحقبة الدبلوماسية. مصطفى طوسة، طبعا البحر الأحمر الآن يشهد توترات متصاعدة واستهداف للسفن الأمريكية الذاهبة إلى إسرائيل والسفن التي تذهب في اتجاه إسرائيل أو تأتي منها. هناك أيضا توتر مفاجئ بين إيران وباكستان، هل ذلك جزء من توسع الأزمة الآن على نطاق جغرافي واسع يشمل البحر الأحمر وإيران والمنطقة شرق إيران أيضا في اتجاه باكستان؟ نعم، بالنسبة للوضع في البحر الأحمر، يعني هذا وضع يعني ليس فقط أمريكي، هو وضع دولي، لأنه هناك بعض التقارير الإعلامية التي أصبحت تقول بأن عدة شركات عملاقة في أوروبا أمريكية في أوروبا أرغمت على غلق أبوابها ولو بطريقة مؤقتة، لأن قطع الغيار التي كان من المفترض أن تصلها من آسيا عبر باب المندب يعني أخذت وقتا طويلا. وهناك أيضا تقارير تقول بأنه إذا استمر هذا التوتر في باب المندب فإن ذلك قد ينعكس على يعني معدلات التضخم في الدول الأوروبية في ارتفاع الأسعار، وأنت تعرف ما هي الانعكاسات الاجتماعية لمثل هذه الخطوة. لذلك هناك من يقول بأن هذا الوضع قد يفرض بطريقة أو بأخرى أن تكون هناك معالجة دولية في أقرب وقت لهذه الأزمة. بالعودة إلى إيران، نعم هناك نوع من يعني محاصرة إيران بطريقة أو بأخرى. ليس هناك الإدارة الأمريكية لا تريد أن تواجه إيران يعني بطريقة مباشرة، وهناك من يريد أن يحاصرها. الاستهداف الذي كان من طرف الإيرانيين لكردستان العراق كان بحجة أن إيران استهدفت يعني مركزا للموساد الإسرائيلي، ويعني تريد أن تبلغ برسائل بأن كما أنها تتلقى ضربات من إسرائيل في سوريا، هي أيضا قادرة على استهداف عناصر موالية لإسرائيل في كردستان العراق. هذه الرسالة التي وجهت بطريقة أو بأخرى إلى الأمريكيين والإسرائيليين. قضية باكستان، مؤخرا كان هناك يعني عملية إرهابية عملاقة في إيران، كانت عدد الضحايا تعدى 100 والجرحى يعني مئات الجرحى، والقيادة الإيرانية كانت عزت ذلك إلى تنظيم داعش الذي لا زال ينشط في المنطقة، وإلى ما يسمى بجيش العدل الموجود حاليا في باكستان. وهي تريد بطريقة أو بأخرى أن تقول بأن إيران، السلطات الإيرانية قادرة على الجواب على مثل ومعاقبة من تعتقده مسؤول على هذا التدهور الأمني. لكن هذا لا يمنع بأن
بيت القصيد في إيجاد حل لكل هذه المعضلات، وهو أن يكون هناك مفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة قد تنعكس على جميع الجبهات، الجبهة اللبنانية، الجبهة العراقية، والجبهة طيب. اليمنية، وهذا بيت القصيد في الدبلوماسية حاليا. هل يفهم دوليا أيضا بالنسبة للرأي العام والإعلام أيضا الأوروبي أنه رفض الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار ودعم وقف إطلاق النار في غزة التي تشهد وضع إنساني متدهور جدا وغير مسبوق في الواقع منذ الحرب العالمية الثانية، يقول البعض، هل ذلك هو السبب فيما يجري الآن من توسع لنطاق الأزمة في البحر الأحمر وأيضا في نطاقات جغرافية أوسع؟ هل يفهم ذلك على هذا النحو أم لا؟ نعم، واضح تماما وقف إطلاق النار. نعم، واضح تماما أنه عندما يتم التطرق إلى الأسباب التي تجعل ميليشيات الحوثي باستهداف هذه البواخر بتعقيد الملاحة الدولية في المنطقة بتهديد هذه المنافذ، الكل يعتقد بأن الحوثيون يقومون بمثل هذه الحركات العسكرية يعني من أجل إرغام المجموعة الدولية على الضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار. وحتى في أدبياتهم في تصريحاتهم هم يقولون ربما هذا ليس هو السبب الحقيقي، لكن في إعلامهم يقولون بأنه إذا توقفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فإن الحوثيين سيتوقفون أيضا على استهداف البواخر في باب المندب. هذه هي المعادلة الحالية، بالرغم من أن نعرف جميعا بأن الحوثيين أيضا استغلوا هذه الأزمة وهذه الحرب لكي يبيضوا سمعتهم من جديد، لأن كانت هناك عدة معارضات داخل يعني المنظومة اليمنية، وهم استغلوا هذه الحرب لكي يعطوا صورة جديدة لليمنيين وللمنطقة على انخراطهم في الدفاع عن مصالح الفلسطينيين. نعم، ولكن لحد الساعة المعادلة أنهم أقفوا الحرب على غزة، توقف كل التهديدات على باب المندب، وربما تخفض حدة التوتر في جنوب لبنان وفي باقي الساحات، ساحات المعارك التي هي في حقيقة الأمر ساحة معارك وشد حبال وكسر عظام بين إسرائيل وبين إيران في مختلف المجالات. شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى الطوصة، الصحفي الخبير في الشؤون الأوروبية، حدثتنا من باريس. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، ونمر مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من موضوع اليوم، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. مشاهداتنا مشاهدينا، نحييكم جميعا ونرحب بكم في الجزء الثاني من موضوع اليوم. قال صندوق النقد الدولي إن تطور الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير مباشر على نحو 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة وفي بعض الدول الصاعدة. وأفاد تحليل أعده الصندوق بأن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40% من الوظائف على مستوى العالم. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح أن يؤثر الذكاء الاصطناعي أيضا على نسبة أكبر من الوظائف التي تتطلب مؤهلات عالية في دول الاقتصادات المتقدمة. وفي حالة أخرى سيكون لدى الذكاء الاصطناعي القدرة على أداء المهام الرئيسة التي ينفذها البشر حاليا، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على اليد العاملة مما يؤثر على الأجور وقد يصل إلى حد إلغاء الوظائف. في غضون ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤثر هذه التكنولوجيا على ربع الوظائف في الأسواق الناشئة. وحسب التحليل فإن الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل التي تعد أقل عرضة للذكاء الاصطناعي من الاقتصادات المتقدمة فهي لن تستفيد بالقدر ذاته من الابتكارات المستقبلية، مما يهدد بتفاقم عدم المساواة. إذا للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ الحسين الساف، الخبير في علم البيانات وعضو مجلس إدارة فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والخدمات، وينضم إلينا أيضا الأستاذ بدر الزاهر الأزرق، الباحث في الاقتصاد وقانون الأعمال. ضيفي الكريمين أهلا بكما. أبدأ بكم الأستاذ الحسين الساف، هل كان مفاجئا أن يخرج صندوق النقد الدولي ليقول بأنه أزيد من نصف الوظائف في العالم ستتأثر بشكل مباشر باستعمالات الذكاء الاصطناعي؟ شكرا على الاستضافة أولا، وثانيا هذا التصريح
جاء أقل مما كنا نتوقع، لأن نسبة 50% لا تطبق أحيانا على في غالب الأحوال على البلدان المتقدمة، لكن بالنسبة لباقي العالم فهي قد تصل إلى 80%، وهذا هو الرهان الأكبر وكان منتظر، والكل كان ينتظر هذا التطور. ليست مخيفة؟ ليست مقلقة برأيك؟ مقلقة بالنسبة لمن أو للبلدان التي لم تتخذ الاحتياطات عن بعد كما يقال. فالمغرب والحمد لله كان سباق لبعض المبادرات، لكن هذه المبادرات تعثرت، ومن وقع على تعثرها وهو المجلس الأعلى للحسابات، لأننا نتذكر جميعا في 2018 أطلقت أول مباراة لحاملي المشاريع في الذكاء الاصطناعي من طرف سيناريستي أو المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني، لكن للأسف تعثرت بفضل أولا بسبب المنظومة القانونية وبسبب عدم انخراط المختبرات البحث والتطوير الجامعية بالمغرب، ولهم حجتهم دامغة لازم أخذها بعين الاعتبار. طيب شكرا لك أستاذ حسين سافر، جون تتفضل بالبقاء معنا. أستاذ بدر زاهر الأزرق الباحث في الاقتصاد وقانون الأعمال، أرحب بك أيضا. صندوق النقد الدولي يقول بأنه 60% تقريبا من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة ستتأثر، 40% على مستوى العالم، يعني كل الاقتصادات مختلطة ستتأثر، هل ينبغي أن نقلق اليوم؟ أولا وقبل الحديث عن أرقام التي ينشرها صندوق النقد الدولي أو غيرها من المؤسسات الدولية، ونحن نتحدث عن الاقتصاد الوطني واقتصاد جد مرتبط بالاقتصاد العالمي، حبذا لو رجعنا أو هدنا إلى بعض الدراسات التي أنجزت على المستوى الوطني وكانت حينها استباقية، وهنا أعود لدراسة شاركت فيها رفقة المدرسة الوطنية العليا للإدارة بطلب من رئاسة الحكومة آنذاك سنة 2018 بخصوص استشراف مستقبل العمل والشغل في المغرب، وأنا ذكرنا الحديث على أن 80% من الوظائف التي نعرفها اليوم أنها سوف تختفي، وأن أكثر من 90% من الوظائف المستقبلية لا نعرف عنها شيئا، وتم دق ناقوس الخطر بأنه قد يؤدي اعتماد التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء إلى فقدان هائل للوظائف، وبالتالي هل نحن بصدد الحديث عن نهاية العمل كما سبق لذلك أن تنبأه هنري فورد أو تنبأه أيضا جيرمي ريفكن صاحب كتاب الثورة الصناعية الرابعة؟ إذن اليوم نحن فعلا أمام معضلة، أننا فعلا نريد لكل هذا التطور التكنولوجي أن يفيد البشرية على مستوى الاقتصاد، على مستوى الصحة، على مستوى العلاقة الاجتماعية، ولكن بالمقابل أي ضريبة سوف تدفع البشرية ويدفع المغرب والمغاربة إن كانت هي فقدان الشغل، التأثير على العلاقة الاجتماعية وغيرها، فقدان الدخل، وكذلك هل السؤال هنا والسؤال كان دائما يطرح، هل هناك من استراتيجية على المستوى الوطني وعلى المستويات الدولية أيضا لاحتواء كل هذه التوقعات السلبية بخصوص فقدان الشغل أمام زحف الآلة وزحف الذكاء الاصطناعي؟ إلى حدود الساعة هناك سرعات متفاوتة، هناك سرعات في الغرب وسرعات أيضا في الدول السائرة في طريق النمو، والدول السائرة في طريق النمو هي الدول التي أقل استعدادا لتحمل عبء هذه الثورة التكنولوجية، على اعتبار أن جزء من الصناعات هي مرحلة لهذه البلدان وهي تشغل أيدي عاملة كثيرة، وبالتالي في حالة التحول رغبة في خفض كلفة الإنتاج، التحول إلى الإنتاج عبر الروبوتات وعبر الذكاء الاصطناعي رغبة في تخفيض التكلفة، سوف يؤدي هذا الأمر إلى بطالة كبيرة وارتفاع نسب البطالة، وبالتالي التأثير بشكل سلبي على نمو هذه الدول السائرة في طريق النمو، ومن بينها المغرب أيضا. نتحدث اليوم عن قطاع صناعة السيارات، قطاع صناعة السيارات هو من أول القطاعات اليوم التي هي تمضي بسرعة كبيرة نحو تحديث آلياتها وأدوات عملها وربطها أكثر مع إنترنت الأشياء، طيب، ومع كذلك مع الذكاء الاصطناعي. سنأتي إلى تفاصيل طبعا هذا الإدماج الذي أصبح أكثر بروزا في منظومات الإنتاج الاقتصادي. أستاذ الحسين الساف، حينما تقول مؤسسات دولية من حجم صندوق النقد الدولي أنه 60% أو 40% من الوظائف ستتأثر بشكل مباشر، هل يعني ذلك أنها ستفقد
عمليا أم أنها ستتكيف، ستتعرض إلى لنقول نموذج تكييف جديد؟ يعني ما مستوى القلق الذي ينبغي أن نبديه تجاه هذا المعطى؟ وفي الحقيقة لا يجب أن نرى فقط الجانب الظاهر من جبل الثلج الآيسبرغ، ففعلا ستنضفر هذه المهن وليس لها أي رجعة، لكن في المقابل ستعوض بمهارات جديدة وبمهن جديدة، كلها فرص متاحة للشباب، الشباب اليوم. لهذا لازم وضع استراتيجية وطنية، وهذه الاستراتيجية الوطنية يفكر فيها وهي في طور الإنجاز وفي مراحل متقدمة، وآخرها أعطي مثال فقط، بعد 5 أيام ستعقد المديرية العامة للأنظمة المعلوماتية لأمن المعلوماتي في مناظرة حول تطوير المهارات الوطنية في مجال الأمن المعلوماتي، تحديات وآفاق. وهذه المناظرة تمت الدعوة لكل الفاعلين بما فيه القطاع الخاص عن طريق فيدرالية تكنولوجيا المعلومات ستشارك، وليشرف المشاركة في هذه الندوة لأنها ستضع اللبنات الأساسية للمستقبل ولاقتناص الفرص. فالمشاكل موجودة ارتباطاً بحديثك هذا، التحاليل تقول بأنه الوظائف التي تتطلب كفاءات تخصصية من مستوى عالي هي الأكثر تهديداً. هل معنى ذلك أنه الكفاءات البسيطة ومناصب الشغل البسيطة هي غير مهددة؟ هو لم نتكلم ما يكفي عن الذكاء الاصطناعي الذي جاء بهذه التحولات الجديدة. فالذكاء الاصطناعي لازم يعطي كما قلت فرص، وأتى بنماذج اقتصادية جديدة، وأتى بنماذج حكامة جديدة. فهذه المهن 80% أو 60% ستندثر. لماذا؟ لأنها تنبني على نماذج حكامة تقليدية، أي الهرمية القديمة. الآن أصبحنا أمام هرمية جديدة، فالتفكير وكل الأمور تغيرت، فأصبح الإنسان وهؤلاء الذين هم الآن في الهامش أصبح لهم فرصة للاندماج في هذه الثورة التكنولوجية التي تمنحهم فرصة أخرى ليست لصيقة بالعمر ولا بالمستوى الدراسي، بل بكفاءة كل مواطن وكل شاب وكل كبير في السن أن ينخرط في هذا الورش بالتعلم، لأن الآن أصبحنا في مرحلة المهن المرتبطة بالتعلم الذاتي، الحرفة. الحرفة الآن على مستوى عالي، أصبحت ضرورية وضرورية جدا. والمنظومة التربوية، لأن المعادلة الصعبة وهي ملائمة العرض الأكاديمي الآن في مختلف المدارس والمعاهد العليا والمتوسطة مع حاجية سوق الشغل. فهذه الإشكالية، لما تحل هذه الإشكالية سنربح وقت وفرص. سنأتي إلى المنظومة التعليمية. أستاذ حسين سافرجون تتفضل بالبقاء معنا. أستاذ بدر زاهر الأزرق، عمليا في دول متقدمة اقتصاديا هناك إدماج لنقل متقدم أيضا للذكاء الاصطناعي واستعمالاته في الإنتاج الصناعي أساسا، ونحن طبعا نتحدث عن أنه نحن إزاء مرحلة سيتم فيها إدماج متسارع لإمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية وتغيير أنماط الإنتاج. كيف سيتم ترجمة ذلك عمليا فيما يتعلق باقتصاد مثل المغرب؟ أكيد الذي يقود الآن هذه الثورة التكنولوجية هي الشركات العملاقة، الشركات العابرة للقارات، هي التي تقود، لديها المختبرات، لديها الإمكانيات المالية. ما الذي تهدفه من وراء كل هذا التطور التكنولوجي الذي حدث؟ هو تخفيض تكلفة أو كلفة الإنتاج وتحقيق أرباح أكثر، وهذا يمر عبر تسريع ربط هذه الصناعات واقتصادياتها بالذكاء الاصطناعي، بالروبوت، لأن في هذا الأمر هو تخفيف للكلفة
الصناعية وتعزيز للتنافسية هذه المنتجات التي تنتج هذه الشركات، وفي نفس الوقت هو هناك تخلص من عدد كبير من المشاكل المرتبطة بالعمال، المرتبطة بالأطر والموارد البشرية كالإضرابات وغيرها. وبالتالي هذا الأمر يعني القرار يتخذ فيه على مستوى هذه الشركات وعلى مستوى الدول الرأسمالية الكبرى، وبالتالي لا أظن بأنهم يستحضرون إلى حدود ساعة مدى خطورة هذا التوجه السريع نحو الذكاء الاصطناعي، لأن اليوم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وكذلك مسألة الروبوتات ومكننة الصناعة وغيرها يعني سوف تؤدي حتما إلى فقدان عدد كبير كبير جدا من مناصب الشغل، لدرجة أن هناك عدد كبير من الاقتصاديين في العالم يتحدثون عن نهاية العمل. هل فعلا نحن أمام عصر سوف ينتهي فيه العمل وسوف نلج؟ فيما يتصل بحالتنا، وأنت ذكرت هذه النقطة وهي بالغة الأهمية في الواقع، مسألة مثلا إذا تأملنا في قصة الصناعة في المغرب وصعود هذه الصناعة في المنظومات الإنتاجية، تطلب الأمر سنوات طويلة من العمل الجاد والمثابر والتكوين المهني المتخصص من أجل توفير لنقول عمالة متخصصة وموارد بشرية كفأة. الآن الذكاء الاصطناعي يتم إدماجه بشكل سريع جداً، هل سيكون لدينا الوقت الكافي من أجل عملية تكيف سريعة فيما يتصل لنقل فئات مهنية معينة عندها خبرات معينة فيما يتصل بمجال الصناعة مثلا؟ أكيد في الوقت الراهن أظن أن المملكة المغربية هي تعمل بذكاء على استغلال كل هذه التحولات التكنولوجية التي تطرأ على المستوى الدولي، وأظن أن هذا الذي جعل الاقتصاد المغربي أكثر جاذبية وجعل المملكة المغربية أكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية. ولكن أنا كنت أتحدث عن المستقبل على المدى المتوسط والمدى البعيد أيضا، لأننا نتحدث عن تطورات سوف تأخذ منحا متسارعا ابتداء من العقد الرابع من هذه الألفية، ابتداء من 2040 2045 2050 هناك تهديدات حقيقية بالنسبة للذكاء الاصطناعي في أن يقلص من عروض الشغل، وبالتالي هنا الحديث على هل هناك استراتيجية من أجل المواكبة، لأن الأكيد أن المنظومات الصناعية لن تكون بحاجة إلى كل هذه الأيدي العاملة، خاصة التي هي غير مؤهلة أو هي تمتلك مجموعة من المهارات البسيطة، حتى أن الأكثر الموارد البشرية تأهيلا حيث نتحدث عن المهندسين ونتحدث عن التقنيين التي يمكن خبرات، نتحدث أيضا على أن الذكاء الاصطناعي هي سوف تعوضهم، هي سوف الذكاء الاصطناعي لن يحرك الآلات فقط، الذكاء الاصطناعي سيفكر سيتخذ القرارات سيطور منظومة الإنتاج ومنظومة الصناعة. هذا هو الخطير في الأمر، والسؤال المطروح هل سنكون بحاجة إلى مهندسين إلى تقنيين أم إلى عمال البسطاء يحركون هذه الآلات ويراقبونها؟ إلى حدود الساعة الرؤية هي غير واضحة، لا سواء بالنسبة للمغرب ولا كذلك بالنسبة لبقية دول العالم. طيب، نحن في صلب التحولات التكنولوجية ونترقب، نحاول أن نفهم أول شيء ما يجري من أجل تكييف منظومتنا لتكوين أجيال جديدة من الموارد البشرية تستجيب لتطلعات سوق الشغل وتواكب كل هذه التغيرات على المستوى التكنولوجي والاقتصادي، دون أن يكون هناك عبء أو أن يكون هناك إسقاط سلبي على أداء الاقتصاد. شكرا لك أستاذ بدر الزاهر الأزرق. أستاذ الحسين ساف، حينما نتحدث عن حالة اقتصادنا نتحدث عن سنوات طويلة في التكوين والتكيف وإعداد الموارد البشرية، نحن إذا يعني نقول نظام ذكاء اصطناعي سيتسيد العالم وسيطبع الاقتصاد، هل لدينا القدرة على التكيف بالسرعة التي تجاري سرعة هذا الذكاء الاصطناعي؟ في رأيي المتواضع أن توفير الكفاءات ونجاعة عملية الإنتاج التي تفضل الضيف الكريم بالتوسع فيها، أشير إلى عنصر أغفلناه لحد الآن وهو عنصر الابتكار. فلا يكفي تكوين الكفاءات، لكن لازم هذه الكفاءات لما تصبح مكونة لازم تعطاها فرص حمل مشاريع ابتكارية وإيجاد التمويل اللازم وإيجاد بيئة ملائمة للابتكار. الابتكار ليس مرتبط بالقطاع الخاص، بل هو مرتبط أساسا بالبحث والتطوير الأكاديمي. لحد الآن رغم أن المغرب كان السباق لإطلاق أول مسابقة في مجال الذكاء الاصطناعي في 2018،
لكنها لم تحصل على النتائج المتوخاة. لماذا؟ لأن هناك عراقيل قانونية بسيطة لازم تداركها لاستئناف المسيرة ولرفع الوثيرة، فلا يكفي أن تكون لدينا كفاءات، هذه الكفاءات قادرة على الهروب إلى الخارج أو التقاطها واقتناصها من طرف الشركات الكبرى، لكن لازم يكون في المغرب فرص لابتكارية لتشجيع ومواكبة واحتضان مشاريع ابتكارية في إطار الذكاء الاصطناعي محليا، لأننا نتكلم عن ذكاء الاصطناعي نعم، لكن أي ذكاء الاصطناعي لما لا نحن نكون من منتجي هذا الذكاء الاصطناعي؟ لما لا نحقق ونعزز الأمن المعلوماتي إضافة إلى السيادة الرقمية؟ فلا يكفي أن يكون لدينا كفاءات، ولا يكفي أن تكون لنا صناعة متطورة ونفتخر بها مثل صناعة السيارات، فكانت الذكاء الاصطناعي أول من خدم قطاع السيارات في المغرب، فأصبحت المغرب قبلة لكل الشركات الكبرى، فلما لا تكون هناك مشاريع ابتكارية لشباب، والأفكار موجودة والحمد لله، لكن العراقيل موجودة على مستويين، المستوى الأول وهو إيجاد الاستثمارات والدعم المالي لهؤلاء الشباب، وثانيا احتضانهم لتبقى مشاريعهم مشاريع تخدم الوطن، تخدم السيادة الرقمية، وتخدم الأمن المعلوماتي المغربي، وتحدث فرص جديدة لا متناهية للاشتغال. طيب شكرا لك أستاذ الحسين الساف. أستاذ بدر الزاهر الأزرق، ماذا عن الفرص؟ نحن بلد يقع في إفريقيا، يقع في وسط العالم، لنقل في نقطة التقاء الشرق والغرب والشمال والجنوب، هل على ضوء ما قاله الأستاذ الحسين الساف يمكن أن نقتنص فرص عملية من أجل التموقع في هذا التحول؟ أكيد أكيد، أنا متفق تماما مع ما ذهب إليه ضيفكم الكريم، خاصة حينما نتحدث عن أن المملكة المغربية يجب أن تتحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج للتكنولوجيا، إذ ذاك يمكن أن نتحكم بفرص الشغل التي سوف يخلقها هذا التطور التكنولوجي، يمكن أن نتحكم أيضا في الصناعات التي سوف تستقر في المغرب، يمكن أن نتحكم أيضا في الخدمات، وهذا قد شيئا ما قد يمكننا من تخفيف الآثار السلبية لهذه التطورات التكنولوجية الآن التي يصعب توقع إسقاطاتها السلبية على أداء الاقتصاد. هذا من جهة. من جهة أخرى يجب أن لا نفكر فقط في خلق مناصب شغل على مستوى المهن اليوم التي هي مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبإنترنت الأشياء وغيرها، بل هناك مجموعة من القطاعات اليوم هي بحاجة إلى الأيدي العاملة البشرية ولن تتأثر بشكل كبير بهذا التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، خاصة المهن التي تتطلب تفاعلا بشريا. وهنا الحديث عن اقتصادات أو اقتصاد جديد هو يظهر، نتحدث عن اقتصاد الشيخوخة، واقتصاد الشيخوخة الإيكونومي سينيور على سبيل المثال في مجموعة من الدول هي تحتاج إلى أيدي بشرية عاملة على مستوى الرعاية، مستوى المواكبة، مستوى التتبع، مستوى كذلك المستوى الطبي، المستوى العلاجي وغيره، وبالتالي هذا قد يخلق ملايين مناصب الشغل، هذا على سبيل المثال في هذا القطاع فقط، وحتى على مستوى رعاية الصغار وغيره والتعليم الأولي، يعني مجموعة من القطاعات التي تتطلب تفاعلا بشريا وحضورا نوعيا للتكنولوجيا قد يمكن أن تشكل خزانا لخلق مناصب شغل على الأقل التخفيف من آثار أو وقع هذه التطورات التكنولوجية، إلى جانب أنه يجب كما قلت وكما أشار إليه الأستاذ أن نتحكم نحن في هذه التكنولوجيا، وهي تمر أساسا عبر بوابة البحث العلمي، ومنظومة البحث العلمي اليوم هي في صلب تحول كبير، أتمنى أن نصل من خلاله إلى ووضع أسس منظومة ابتكار مغربية خالصة تمكننا من التموقع على خارطة الإنتاج، إنتاج الذكاء الاصطناعي وكذلك التكنولوجيا المرتبطة بها. شكرا لك أستاذ بدر الزاهر الأزرق. ختاما أستاذ الحسين الساف، هل نحن وقد سبق لنا طبعا أن تحدثنا معك في حلقات سابقة عن أن هناك تأخر تراكم فيما يتعلق بمسألة الانتقال الرقمي والتحول الرقمي، والآن هناك طبعا الثورة التكنولوجيا الرابعة، الذكاء الاصطناعي، ما هي الأسبقيات التي ينبغي ترتيبها في خضم
هذا الوضع؟ الأصبخيات لن تكون من مسؤولية الحكومة فقط، فهي من مسؤولية كذلك القطاع الخاص ومن مسؤولية المجتمع المدني، لأن الذكاء الاصطناعي أرجع وموقع المجتمع المدني في صلب هذه التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لأنه هو الآن أصبح قطب الراحة في أي ذكاء اصطناعي، لأنه مرتبط بالفرد. فالذكاء فهو قدرة فرد، لكن الاصطناعي شنو هي؟ أنه عملية طبيعية ليست طبيعية، لكنها مبتكرة من طرف إنسان. فهذه الأنسنة أصبحت مفروضة حتى على الصناعة. فالآن نلاحظ أن الصناعة الجيل ما بعد الرابع لن يكون الخامس، بل سيكون الجيل المرتبط بأنسنة الصناعة، أي الاعتماد كل ما يحقق سعادة الإنسان، لأن سعادة الإنسان في العمل ستكون هي محرك للابتكار، والابتكار يحتاج إلى الاستثمار، والاستثمار يحتاج إلى باحثين أكاديميين في المستوى، وتشجيع مثلا القطاع الخاص يستفيد من تشجيع الوكالة المغربية لتشجيع الصادرات، مئات الملايين دراهم تصرف من، فلما لا تصرف هذه الملايين للباحثين وللطلبة الباحثين وللجامعات، وضمان حضور مختبرات البحث والتطوير في المعارض الوطنية وفي المعارض الدولية. والآن في شهر مايو المقبل سيستضيف المغرب الدورة الثانية من جايتكس إفريقيا بالمغرب، الدورة الثانية، وهذه الدورة الثانية الآن تركز على الذكاء الاصطناعي في جانبيه، جانب خلق فرص وجانب طرق من طرق الحكامة الجديدة. فالذكاء الاصطناعي ليس فقط مرتبط بالابتكار والتصنيع، بل طريقة وآلية ومنطق جديد لحكامة الإدارات، لحكامة الشركات، لحكامة الجامعات. فالآن ما هو الذكاء؟ الخلاصة وهنا أخلص، الذكاء هو ذكاء جماعة، ذكاء جماعي، وهذا الذكاء الجماعي كان هو من المحاور الأساسية لمنتدى المدن الذكية في 2022 في المغرب. المغرب عرف الداء ويعرف الدواء، ماذا ننتظر؟ وشكرا. شكرا جزيلا لك الأستاذ الحسين الساف، الخبير في علم البيانات وعضو مجلس إدارة فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والخدمات من العاصمة المغربية الرباط. من الرباط أيضا الأستاذ الدكتور بدر الزاهر الأزرق، الباحث في الاقتصاد وقانون الأعمال. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.tv.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.